بينها روسيا وأمريكا. التفاصيل الكاملة لأسعار الدراسة في الجامعات الخارجية. يبحث عشرات الآلاف من الطلاب المصريين والعرب بشكل عام سنوياً عن وسيلة للدراسة في الخارج لتخطي عقبة التنسيق الذي يبعد بعض الطلاب عن أحلامهم في مصر، كما يسعى البعض لاكتشاف العالم مبكراً. تستعرض قناة الأموال تي في التقرير التالي أسعار وتكاليف الدراسة في الجامعة الخارجية. أستراليا. تعد أستراليا من الوجهات الشهيرة بين الطلاب بسبب جامعاتها ذات السمعة الجيدة وجودة الحياة العالية في مدنها وطبيعتها الجميلة، كما أنها تعتبر وجهة أرخص بشكل عام من وجهات أخرى كالولايات المتحدة. تتراوح تكاليف دراسة الجامعة في أستراليا ما بين 27,000 و43,000 دولار، وتراوح مصاريف الحياة ما بين 14,000 و20,000 دولار. تختلف تكاليف الدراسة في أستراليا بحسب الاختصاص الجامعي، وعادة ما تكون الاختصاصات الفنية أقل تكلفة من الاختصاصات العلمية. تتراوح الأقساط في جامعة ملبورن ما بين 20,000 و38,000 دولار، وترتفع تكاليف دراسة الطب في الجامعة عن هذا بقليل. وتتراوح تكاليف الدراسة في جامعة سيدني ما بين 28,000 و43,000 دولار. تتشابه تكاليف الدراسة في المدن الأصغر مثل بريسبان وكامبيرا، حيث تكون تكاليف الحياة أقل أيضا. ينصح أن يخصص الطالب مبلغا لا يقل عن 14,000 دولار في السنة لتكاليف المعيشة خلال الدراسة في أستراليا. روسيا. الجودة التعليمية في روسيا عالية وتكاليفها جيدة وغير مكلفة على الطلاب، اعتماداً على المجال الدراسي الذي يختاره الطالب. تتراوح التكاليف بين 2000 إلى 8000 دولار سنوياً، بالإضافة إلى تكاليف أخرى من السكن والكتب وغيرها، وتتراوح بين 1500 إلى 5000 دولار سنوياً، يعود الاختلاف حسب المكان المختار. تبلغ أسعار الدراسة في جامعة فورونيج في روسيا قيمة 1200 دولار للعام الدراسي الواحد، كما أن تكلفة السكن الجامعي يبلغ قيمته 400 دولار للعام الدراسي الواحد، بالإضافة إلى أن الطالب يقوم بسداد قيمة التأمين الصحي وهي 150 دولار. وتبلغ أسعار الدراسة بجامعة قباردينو بلقاريا الحكومية في روسيا 2020 حوالي 1200 دولار شاملة السكن التأمين الصحي. وتبلغ أسعار الدراسة في جامعة فولفوغراد الطبية في روسيا حوالي 2500 دولار شاملة السكن والتأمين الصحي. أمريكا. تعد الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة الدراسية الأكثر شعبية بالنسبة للطلاب الدوليين، إلا أنها بالمقابل واحدة من الخيارات الأكثر تكلفة على الإطلاق. وتختلف تكاليف الدراسة في أمريكا بشكل كبير حسب الجامعة والتخصص والمدينة، وقد تتراوح الرسوم الجامعية لسنة دراسية واحدة بين 5000 و50,000 دولار. إلى جانب رسوم الدراسة، فإن تكاليف السكن والطعام تبلغ في المتوسط نحو 10,000 دولار في السنة واحدة، بالإضافة إلى مصاريف التنقل والمصروف الشخصي وتكاليف المواد الدراسية. أرخص الخيارات للدراسة في أمريكا هي كليات القطاع العام التي تعرف باسم الكليات المجتمعية أو التقنية، حيث تبلغ مدة الدراسة هناك عامان بكلفة قدرها 3750 دولارا خلال السنة الدراسية الواحدة فقط. الخيار الثاني هو الجامعة الحكومية العامة، والتي تكلف نحو 25,000 دولار أمريكي سنويا، وعادة ما تبلغ الدراسة في هذا النوع من الجامعات 4 سنوات دراسية. أما الخيار الأكثر تكلفة فهي الجامعات الخاصة، والتي تكلف في المتوسط نحو 34,000 دولار أمريكي، ويحتاج الطالب دراسة 4 سنوات في هذه الجامعة قبل الحصول على شهادة أكاديمية بدرجة بكالوريوس. ألمانيا. مؤخراً بدأت ألمانيا تحظى بشعبية متزايدة وأصبحت وجهة مفضلة لطلبة الأجانب، وتعد الدراسة في الجامعات الحكومية الألمانية مجانية لطلبة الشعب العلمية، وكلفة المعيشة في ألمانيا هي حوالي 15,000 دولار سنوياً، إلا أن مستوى وجودة الحياة فيها ممتازان جداً. الأرجنتين. تكلف الدراسة في الجامعات العمومية لهذا البلد الذي يتميز بالجمال والأمان حوالي 5,100 دولار سنوياً، أما تكلفة المعيشة فهي أيضاً منخفضة ولا تتجاوز 5,000 دولار، وتعد الأرجنتين وجهة مفضلة للطلبة الذين يحبون الطبيعة.